نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع باب الإجازة. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الإجازة تلي السماعة ونوعت لتسعة أنواع، وذكرنا خمسة أنواع أو قرأنا خمسة أنواع وتم التعليق عليها، ونكمل اليوم بقية الأنواع. فقد قال الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى: والسادس الإذن لمعدوم تبع، كقوله: أجزت لفنان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا، أو خصص المعدوم به. وهو أوهى وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا، من ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء. في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معا. والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز، وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترى فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعلوم معدوم أول فعلا. وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز، ولعل ما صفح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر. والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله. وبعض عصري عياض بذله، وابن مغيث لم يجب من سأله. وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله. الدارقطني وسواه أو حذف يصح، جاز الكل حيثما عرف. والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدارقطني ونصر بعده. والى ثلاثا بإجازة وقد رأيت من والى بخمس يعتمد. وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. هذه بقية الأنواع التسعة، وهي أربعة أنواع تليها. السادس أولها السادس قال: الإذن لمعدوم تبع، كقوله: أجزت لفلان مع. الإذن لمعدوم تبع لموجود، معدوم تبع لموجود. المعدوم يعقوب الآن عنده بنت، لكن ابنه يوسف إن شاء الله، ها ناو يوسف. طيب الآن يوسف في حكم المعدوم، لم يولد له يوسف، فإذا قال أجزت ليعقوب وابنه يوسف، أو من سيولد له، فمن سيولد له هذا معدوم، ويعقوب موجود، فالمعدوم الذي لم يولد لم يخلق،
المعدوم هو الذي لم يخلق. هنا قال والسادس الإذن لمعدوم الذي هو يوسف بن يعقوب، لكنه بشرط أن يكون تبع. كيف يكون تبع؟ يعني يقول ليعقوب وابنه، لا أقول لابنه فقط، يعني لا يكون للمعدوم فقط، ما أقول ليوسف إن ولد، ولكن أقول ليعقوب ويوسف، فيكون تبعا لا أصلا. فإذا كان تابعا مقبول، أما لا يكون أصلا. طيب، والسادس الإذن لمعدوم تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده، لفلان إذن هو يعقوب مع أولاده اللي هو يوسف ومن يأتي معه أو بعده، ونسله وعقبه، يعني يقول لابنك يوسف ومن يأتي بعده من ذريته لنسله وعقبه حيث أتوا. هذا الآن لمعدوم تبع لموجود، أو خصص المعدوم به. إذا خصصت المعدوم به أقول لذريتك، وذريته لم توجد بعد، هو ترى عنده ذرية، عنده بنت، بس أنا أتكلم عن يوسف. طيب، فأقول لأولادك الذكور، أولاده الذكور لم يأتوا بعد. فالآن صورتان، الآن الصورة الأولى أني طبعا له لشخصي، هذه واضحة مرت بنا، لكن حين نتكلم عن المعدوم، المعدوم هنا إذا ذكر للمعدوم وحده شيء هذه حالة، وإذا ذكر للمعدوم تبع للموجود فهذه حالة ثانية. إذن حالتان أو صورتان للمعدوم، الصورة الأولى أن يكون المعدوم تابعا لا أصلا، يكون تابعا لموجود. الصورة الثانية أو خصص المعدوم به، يعني للمعدوم فقط، أن تكون للمعدوم فقط. نعيدها تتضح. والسادس الإذن لمعدوم تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا، أو خصص المعدوم به، يعني بدون الموجود، أو خصص. هنا النوع الثاني المعدوم به، وهو أوها يقول، يعني الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى معدوم تبع لموجود، الثانية معدوم غير تابع للموجود. أصل المعدوم هو الأصل، هو الذي الإجازة كلها للمعدوم، يقول هذه أوها، يعني ماشي معدوم تبع لموجود قبلناها، لكن لمعدوم وحده يقول إيش أوها. أوها يعني إيش، زينة ولا ميزينة؟ إيه ضعيفة. طيب، قال وهو أوها، وأجاز الأول اللي هي موجود مع معدوم، أي نعم، وأجاز الأول الصورة الأولى ابن أبي داود وهو مثلة. ابن أبي داود الذي هو أبو بكر ابن أبي داود السجستاني، ابن صاحب السنن، صاحب السنن سليمان ابن داود السجستاني، أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود صاحب السنن، هذا ابنه أبو بكر عبد الله فعل، وهو إمام من أئمة الحديث، عبد الله ابن أبي داود صاحب السنن فعلها، قال لرجل أجزتك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني اللي يجي من أولاد أولادك بعد، يعني ذريتك وذرية ذريتك واللي يجون بعدهم شرعها. طيب، يقول فعلها، هذا إمام من أئمة الحديث وفعلها. بس هذيك إيش من الصورة الأولى والثانية؟ الأولى اللي هي شنو؟ أن يكون تبعا، أن يكون تبعا لموجود، أن يكون معدوم ولكنه تبع لموجود. وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثل بالوقف، يعني يقول كما أن الوقف، أنا لما توقف مثلا بيتا أو أي وقف تقول لفلان وذريته الذكور، يعني الموجودون والذين يأتون بعدهم والذين لم يخلقوا بعد. ولا لماذا الأوقاف الآن تستمر مئات السنين؟ وقف على ذرية فلان، هل ذرية الموجودة فقط ولا التي تأتي بعد؟ الموجودة والتي تأتي بعد تبع تكون لها. يقول إذن شبهت الإجازة بالوقف، كما أن الوقف يجوز لحي ومن يتبعه من ذريته، كذلك الإجازة تجوز له ولمن يتبعه من ذريته كالوقف تماما. يقول وهو مثل
بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. أبو الطيب اللي هو المحب الطبري، المحب الطبري رحمه الله تعالى، رد كليهما وهو الصحيح المعتمد، يعني يقول ما في شيء للمعدوم، ما في إجازة للمعدوم سواء كان تبعا أو كان أصلا، يعني لا بالأصالة ولا بالتبعية، الإجازة لازم تكون شنو؟ لحي موجود. هذا رأي أبي الطيب الطبري. أبو الطيب الطبري قال لا تكون الإجازة إلا لحي، يعني أنا الآن أبو عبد الرحمن أجيزه كتبي مثلا، أجزتك مروياتي حي موجود، لكن أقول أجزتك وأجزت ذريتك الذين لم يولدوا بعد، لا ما يصلح هذا، أجز لحي. هكذا يرى الطبري أبو الطيب رحمه الله تبارك وتعالى. قال كذا أبو نصر، يعني أخذ برأي أبي الطيب الطبري المحب الطبري، أبو نصر الصباغ قال وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق، بينما الخطيب البغدادي اللي هو قرين المحب الطبري يقول لا عندي أنا جائزة ما فيها شيء. إذا هي مسألة خلافية، إذا المسألة خلافية، الآن عندنا المحب الطبري وأبو نصر بن الصباغ يقولان ما في شيء اسمه إجازة لمعدوم، واضح الصورة، ما في شيء اسمه إجازة لمعدوم، زين، سواء كان بالأصال أو بالتبعية. الخطيب بغداد أجاز شنو؟ ثنتين، بالأصالة وبالتبعية. طيب يقول كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق من ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استوائي، يعني حتى الخطيب البغدادي معه ابن عمروس المالكي ومعه كذلك الفراء أبو يعلى الفراء الحنبلي، كلاهما مع الخطيب البغدادي في هذه المسألة، وهي أنه يجوز أن تجيز معدوما. قالوا في الوقف في صحته من تبع أبي حنيفة ومالكا معه، يعني يقولون في الوقف أصلا في مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد يجوز الوقف على معدوم تبع لموجود، ويجوز الوقف على معدوم لم يولد أصلا في مذهب الشافعي مالك وأبي حنيفة، يقول فمن باب أولى، قالوا إنهم يقيسون على الوقف، ففي الوقف يجوز، إذا ما المانع أن في الإجازة أيضا إيش؟ أيضا يجوز أن أجيز الأحياء والذين لم يولدوا بعد، ما المانع؟ فهي قضية على كل حال، يعني قضية اجتهادية من العلماء، ليست يعني فتوى شرعية بالحلال والحرام، ولكن القضية الآن طبعا الإمام مالك تدرون أنتم إن كان مذهبه في الوقف يعني يجوز هذا، لكن في الإجازة مذهب الإمام مالك معروف شديد، ما تذكرون يقول هؤلاء الذين يعني يقبلون الإجازة أو يريدون الإجازات، يقول هذا يريدون علما كثيرا في وقت قصير. طيب وكان يكره هذا الأمر، يقول هذا أين النية وأين إخلاص النية وأين بذل الوقت والجهد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا يريدون هؤلاء علما كثيرا في وقت قصير، فكان يرفض موضوع الإجازة أصلا لمن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. حتى الشافعي رحمه الله المشهور عنه أنه لما جاء إليه وقيل له أجزني بهذا قال اقرأه علي، ما في إجازة اقرأه علي، أجيزك بعد أن تقرأه علي، ما في إجازة هكذا أجيزك وأنت لم تقرأ علي. فالخطيب البغدادي أبو بكر وابن عمروس وال شو اسمه وأبو يعلى الفراء، هؤلاء قالوا بالجواز قياسا على الوقف، قياس ايه؟ الحكم بجواز ايش؟ الامرين، لمعدوم تبع ولمعدوم اصل. ابو نصر بن الصباغ والمحب الطبري قالوا بالمنع، لا ما في اجازه كذي، الاجازه لا تقبل هكذا، لكن من حيث العمل الناحيه العمليه لا يعطون اجازات، يعطون اجازات بهذه الطريقه، لا ياتيكم اغرب. طيب اذا هذا بالنسبه للنوع السادس. قال
والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز. وذا الأخير راء أبو الطيب والجمهور. ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترى فعلا. الآن الإجازة الإذن لغير أهل للأخذ عنه، يعني الأصل طبعا في رواية الحديث أن تكون لابد أن يكون مسلم ولا لا؟ رواية الحديث لابد أن يكون مسلما. طيب هل يمكن أن أجيز كافرا؟ يعني كافر، افرضوا الآن كافر حضر معنا الدرس وقلت أجزتكم، قالوا أنا، قلت يلا وانت زين، هو كافر، هل تجوز إجازة الكافر أو لا تجوز إجازة الكافر؟ كذلك الطفل الصغير غير المميز مثلا أو المميز، زين، المهم غير البالغ، غير البالغ، هل تجوز إجازته أو لا تجوز إجازته؟ قالوا أنت اترك هذه المسألة، رجعنا شوي ورا، رجعنا شوي ورا في تحمل الحديث، مو الإجازة، تحمل الحديث، تحمل، هل يتحمل الحديث الكافر؟ يتحمل. العبرة متى؟ الأداء، العبرة وقت الأداء، المهم أن وقت الأداء يكون مسلما، وهذه قصص كثيرة. تميم الداري حديثه متى تحمله؟ لما رأى الدجال وهو مسلم وهو كافر، وهو كافر لكن متى حدث به؟ وهو مسلم. أبو سفيان متى جلس مع هرقل؟ وهو كافر. متى رواه؟ وهو مسلم. فيقول العبرة وقت الأداء وليس وقت التحمل. الأطفال الصغار الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه قبل البلوغ أو بعد البلوغ؟ قبل البلوغ، لكن العبرة متى ردوه؟ بعد البلوغ. يقول إذن هذه هي العبرة. طيب هنا يقول السابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي. في رجل اسمه ابن الديان، هذا يهودي، هذا يهودي كان يحضر درس لعبد السيد أحد علماء الحديث، كان يحضر درسا عنده، ولما أجاز الحاضرين لهذا يهودي حاضر، فقال وأنا، تصور يهودي حاضر الدرس، قال وأنا، قال وأنت، أجزتك. وكان المزي الإمام المزي أبو الحجاج يوسف المزي كان حاضرا فسكت. قالوا إذن راضي، إذن ماذا؟ إذن أذن المزي بذلك. وذكروا أن ابن تيمية كذلك كان حاضرا وسئل عنها فقال لا بأس. ابن تيمية أيضا، وابن تيمية تلميذ المزي وشيخه، يعني المزي وابن تيمية قرينان، فابن تيمية تعلم الحديث أو أخذ الحديث عن المزي، والمزي أخذ العقيدة والفقه عن ابن تيمية، فهما يعني قرينان، كلاهما شيخ للآخر، والمزي هو شيخ الذهبي وشيخ ابن كثير، بل شيخ جميع المحدثين في ذلك الوقت، ابن كثير وابن تيمية والذهبي وابن القيم، المزي شيخهم جميع، البرزالي وابن عبد الهادي، المزي هذا إمام صاحب تهذيب الكمال، المزي وصاحب تحفة الأشراف، كان شيخ، وهو ابن كثير تزوج ابنته. طيب فالشاهد أن المزي أذن بذلك وهو إمام الحديث في زمنه، أذن لليهودي أن تكون الإجازة له، أن تكون إجازة لليهودي، وابن تيمية سئل عن ذلك فقال لا بأس، لا بأس أن تكون الإجازة لليهودي، لأن العبرة أهم شيء بماذا؟ بيوم حدث الناس لا بيوم تلقى الإجازة. فيمكن إذن أن يجاز الكافر، لكن العبرة بأدائه يوم يؤديها لابد أن يكون مسلما، وهذا أسلم على فكرة، هذا ابن الديان أسلم بعد ذلك وصار يحدث بهذه الإجازة، فاللهم لك الحمد. طيب اي نعم،
صحيح ما في مشكلة. ولذلك قال يعني هل يجوز أن يجاز؟ يقول ما في مانع، هذا أجيز في يعني حضرة المزي ولم ينكر المزي، بل هو ابن تيمية سئل عن هذا، ابن الديان نفسه سئل ابن تيمية فقال لا بأس، ظهر خوش آدمي هذا ابن الديان. ولذلك أسلم بعد ذلك، أسلم كان محبا للعلم لعله، يحضر الدروس دائما، ترى يحصل هذا غير مسلم يحضر الدروس ويحضر هذا ويعجبه العلم، ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه وأسلم. ممكن ممكن لا مانع، وهذا سبب اجتهاد في هذه المسألة. طيب، إذن والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز، وذا الأخير راى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترى فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سئله. يقول طيب واحد قال أجزت للحمل، امرأة حامل مثلا، قد تكون هي طالبة العلم مثلا هي الحامل، قال أجزت لك وللذي في بطنك، أو أجزت لك وللذي في بطني زوجتك، تكون زوجته حامل وهو يعلم عنها، طيب أو حتى لو ما يعلم عنها أخبره أن زوجته حامل مثلا، قال أجزت للحمل، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا إذا كان يجوز للمعدوم فللحمل إيش من باب أولى، والحمل حملان، إما أن يكون يعني خلنا نقول في شهور متقدمة يعني نفخت فيه الروح يعتبر حيا وإن كان في بطن أمه، وقد يكون قبل أن نفخ الروح في الشهور الأولى. زين، على كل حال قالوا سواء كان في الشهور الأولى أو في الشهور الأخيرة هو أولى من المعدوم، هو أولى من المعدوم. تضحك مو عاجبك؟ غريبة هذه، بين حرصهم عمر على هذه الأمور الإجازات وكذا. نعم طيب، قال ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت القائل اللي هو العراقي رحمه تعالى، رأيت بعضهم قد سئل مع أبويه فأجاز، يعني واحد يعني سأل إجازة للأبوين والحمل، أجاز للأبوين والحمل، ولعل ما صفح الأسماء فيها إذ فعل. الذي سئل قال هو ابن كيكلدي العلائي، صلاح الدين العلائي، وهو أيضا من تلك الطبقة، صلاح الدين العلائي من طبقة ابن تيمية وابن كثير أو ابن تيمية والذهبي، إمام من أئمة الحديث، من خيرة كتب الحديث المرسل لما تكلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى، طيب مراسيل العلائي. الشاهد أن العلائي رحمه الله تعالى كان يحدث، فسأله أحدهم قال أريد يعني إجازة لي وللحمل الذي في بطني زوجتي، فأذن العلائي بذلك. لكن هنا يقول للخطيب لم أجد من فعله، الخطيب قبل العلائي ب300 سنة تقريبا. طيب، قال وللخطيب لم أجد من فعله، قلت، لأن العراقي بعد الخطيب ب400 سنة، العراقي لأن العلائي بينهما في سنة 700، قلت رأيت بعضهم قد سئله، وهو صلاح الدين العلائي ابن كيكلدي، رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز، يعني أعطى الإجازة للأبوين والحمل، ولعل ما صفح الأسماء فيها إذ فعل، يعني هو يقول لعل العلائي لما أذن يعني بالرواية أو بالإجازة للحمل
أنه لم ينتبه للحمل، أجاز الحاضرين زين أو لم ينتبه للحمل، هل هو يعني في شهور متقدمة أو شهور متأخرة؟ لكن هذه يعني دعوة، والأصل أنه أذن ورضي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر، يعني هل يعلم الحمل في الشهور المتقدمة وفي الشهور المتأخرة، يعني نفخت فيه الروح لم تنفخ فيه الروح؟ قال وهذا أظهر. ثم الثامن، قال والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله. هذا الثامن بما سيحمله، وهذا ذكر عن يونس بن مغيث القرطبي رحمه الله تعالى أنه سئل ذلك، قال له شخص حد أجزني مروياتك، أجازه، قال أجزتك مروياتي، قال أجزني مروياتك التي لم تسمعها بعد، إذا سمعتها أني أرويها عنك. قال أجزني أول شيء مروياتي، قال أجزتك مروياتي. قال طيب أجزني ما ستسمعه في المستقبل أني أرويه عنك. فالتفت ابن مغيث لثالث طرف ثالث، يعني كان مستغرب شو الطلب هذا، فالتفت إليه يطالع يعني يتكلم رد عليه، فرد عليه قال كيف يجيزك شيئا لم يسمعه؟ فالآن ما سمعه، يعني ماشي أجازك الآن مسموعاته، كيف يجيزك شيئا لم يحمله ولم يسمعه؟ فقال ابن مغيث هو كما قال، ايش تطلب انت؟ تطلب مني شيء الآن أنا ما سمعته؟ هذا لا يصلح. طيب، والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، يعني لا يصح هذا. قال وبعض عصري عياض بدله، وابن مغيث لم يجب من سأله. عياض القاضي، عياض صاحب الإلماع، قاضي عياض صاحب الشفاء أحوال مصطفى، القاضي عياض يقول يعني بعض عصري يعني عايشين معاي في زمنه يعني فعل ذلك بدله، لكن يقول وابن مغيث لم يجب من سأله. قلنا قبل قليل يونس بن مغيث رفض هذا الأمر. يقول وإن يقول أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله، وإن يقول يعني المجيز الشيخ أجزته ما صح له يعني حال الإجازة أو سيصح أو يصح أنني أرويه فصحيح عمله، يعني يقول أنا أجيزك ما حملته مستقبلا وأجيزك ما ستأتي وستحمله عني. فهنا قيده إنه إيش؟ لازم تجي إيش؟ تأخذ مني، مو أجيزك مطلقا هكذا أموت بعدين تقول خلاص أنا أروي عنه ما أخذ عني إجازة بالذي سمعه بعد إجازتي أو إجازته لي، لا، إذا تأتي وتسمعه مني ما في معنى. هذه مقيدة، إذن وضحت أو أعيدها؟ تنكم خالد تنها ما وضحت، ما وضحت. يقول فرق بين لما يقول له أجزتك مروياتي، هذه واضحة، هذه مروياتي، أجزتك مروياتي، هذه واضحة، ممتاز. أجزتك ما لم أروه بعد، ما عندي شيء لحين ما سمعته، أجزتك هذا في شيء؟ ما في شيء، هذا معدوم، يقول هذا ما يصلح. وهذا الذي سئله ابن مغيث، قال طيب أعطني اللي ما سمعته بعد، قال أنا ما سمعته الآن شلون أعطيك إياه؟ ما عندي، ما عندي. واضحة هذه؟ الثانية أن يقول له أجزتك مسموعاتي وأجزتك هذه التي سأسمعها إذا سمعتها مني، إذا جيتني مرة ثانية، يعني مو الحين أعطيك إياها، الآن أعطيك مثل هذا وعد أني سأجيزك إياه، هذا يكون إيش؟ وعد أني سأجيزك إياه، لك هل أجازه ولا بعد ما أجازه؟ ما أجازه، فهذه ما فيها بعد، هذا وعد بالإجازة. وإن يقول أجزته ما صح أو سيصح، يصح يأتي يأخذه وهو إيش؟ وهو موجود، أو سيصح فصحيح عمله، الدار قطني، يعني الدار قطني سواها رحمه الله تعالى، وسواه أو حذف يصح
جاز الكل حيثما عرف. يعني حتى هذه المسألة هناك أيضا من تساهل فيها، قال أجزتك مروياتي وأجزتك ما سأرويه، في بعض أجاز بهذا، لكن العبرة يعني هل تعتمد هذه الإجازة أو ما تعتمد؟ هذه الذي عليه الأكثر أنها لا تعتمد هذه الإجازة. طيب التاسع، قال والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد. الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، يعني أنت تجيز ما سيجيزك شيخك، تقول أنا أجيزك الذي يجيزني شيخي، يعني أبو عبد الرحمن الآن شيخي، طيب يأتيني خالد يقول أجزني مرويات، قلت أجزتك مروياتي، قال أجزني مرويات شيخك أبي عبد الذي أجازك، فقل أجيزك مرويات شيخي التي أجازني، إن صار إيش أخذ مني وأخذ من شيخي، واضح ولا لا؟ إذن أخذ إجازة مني وإجازة من شيخي. والتاسع الإذن بما أجيز، يعني أأذن له بما أجزت به من شيخي أبي عبد الرحمن. والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز ورد، يعني بعض قال ما يجوز هذا، قال ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده، أبو نعيم أصبح الإمام وابن عقدة أبو العباس ابن عقدة والدار قطني أبو الحسن علي الدار قطني ونصر اللي هو المقدسي، يقول كل هؤلاء أجازوا هذا الأمر، ما المانع؟ طيب والى ثلاثا بإجازة وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، يعني ليس فقط يعني اثنين أجزته أنا وما أخذته من شيخي، لا عد وراء شيخي شيخه 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 من ثلاثة إلى خمسة، يقول لقينا من أجاز بهذه الطريقة من ثلاثة إلى خمسة، كل هذا يرونه أنه جاز، ما في مانع أن هذا يجيز هذا وهذا يجيز هذا. الآن العمل كله بالإجازة الآن، خاصة بعد أن طبعت الكتب، الآن الكتب طبعت الآن، يعني الآن لما نسمع صحيح البخاري مثلا من شيخ، مثلا يأتي شيخ مثلا أو نذهب نحن للشيخ، الأصل نحن نذهب للشيخ، طيب لكن الآن كمثال الآن في الكويت الآن يأتون بعض المشايخ لله الحمد لله اللي هي القراءة، قراءة الصحيحين أو قراءة السنن أو ابن خزيمة أو الدارقطني أو السنن شيء أو موطأ، الكتب اللي تقرأ المسجد الكبير لله الحمد لله، وهنا أيضا قرئ البخاري وغيره. فهذه الشيخ مثلا أنت تقرأ عليه البخاري مثلا كان هذا، إذن سمع هذا مجلس سمع، لكن الفترة التي ستجلسها مع الشيخ يمكن شهر أو أقل، خلال هذا الشهر سمعت منه صحيح البخاري، تقول له طيب مسلم ما سمعنا عليك، تقول أجزتك صحيح مسلم، خلاص أروه عني صحيح مسلم، أروي عني الدارقطني، أروي عني السنن، أروي عني فتح الباري، أروي عني مثلا منهاج السنة، يعني الكتب بشكل عام، أجيزك الكتب ولو لم تسمعها مني، يعني تكون سمعت البعض وأجزتك بالبعض. في آخرون لا، بدون ما تسمع منه شيء أصلا، تروح حق شيخ مثلا كبير في السن مثلا ما يستطيع يقرأ أو ما عنده وقت أو ما له خلقك اللي يكون، أو أنت ما عندك وقت، تأتي يقول الشيخ أجزني، يقول خلاص يعطيك إجازة، أجزتك مروياتي أنك ترويها عني مثلا، ترى هذه إجازة، هذه يسمونها إيش؟ إجازة. صحيح الآن ما لها قيمة واقعية الآن، لأن خلاص كتب صنفت، يعني تستفيد أنت من إجازة صحيح البخاري؟ صحيح البخاري مطبوع وموجود في المكتبات وكذا، لكن هي القضية قضية شرفية، أن أنا أستطيع أن أقول أجازني شيخي عن شيخي عن كذا عن كذا إلى أن تصل إلى الرسول، عندك سند، يعني تدخل أنت في سلسلة السند، هذا في حد ذاته شرف. ولا أنت قاعد تتكلم عن المزي والبرزالي والعلائي وابن تيمية حتى العراقي صاحب الألفية والسيوطي وابن حجر، هؤلاء كلهم بعد ما تمت الكتب، أنت تتكلم عن الكتب المصنفة في القرن الثالث في الرابع على الكثير، خلاص زين،
اللي في القرن الخامس يعني قليل جدا، اللي هو مثل مستدرك الحاكم أو البيهقي أو ابن عساكر، هذه متأخرة حتى النقل عنها قليل جدا. يعني آخر شيء القرن الرابع الدارقطني 385، وقبل الدارقطني الطبراني، كل البقية كلهم قبل. طيب هناك كان التصنيف، هناك كان السماع، وكان كذا وكان كذا، خلاص صنفت الكتب انتهى الأمر. طيب لكن نجد أن ابن حجر يروي بالأسانيد، الشوكاني أمس متوفى الشوكاني رحمه الله تعالى، قريب جدا يروي بالأسانيد. طيب فهذا كله إيش؟ باب التبرك بشجرة الإسناد، أنك تكون ممن روى بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة المباركة، سلسلة الإسناد، أن تدخل في أهلها. هذه ميزة الإجازة الآن، والناس تبحث عنها وتدور الإجازات وكذا حتى يدخل اسمه في أسماء المحدثين الذين يرون بالإسناد إلى النبي صلوات ربي وسلامه، سواء سماعا أو بالإجازة أو بالمناولة كما سيأتينا، أو إجازة كما سيأتي الأنواع الأخرى. لكن القصد أن الإجازة أشوف الحرص عليها، هذا يقول طيب أبي حق عيالي، أبي حق عيال عيالي، أبي حق الحمل اللي بطنهم، أبي حق اللي ما انولد بعد. شرف، يبحثون عن الشرف، شرف اتصال السند بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليست القضية قضية يعني أن يعني سيعتمد هذا على تصحيح الحديث أو تضعيفه، حنا أصلا ما ندري عنه ثقة ولا غير ثقة، يطلع كذاب، يطلع يمكن يرتد، واضح ولا لا؟ لكن القضية قضية شرف الدخول في هذا الإسناد، في السلسلة، السلسلة الشرفية، هذه السلسلة المباركة، أن يدخل الإنسان في هذه السلسلة. في ذاك تجدهم إيش يحرصون، الرجل يسافر مسافات طويلة حتى يحصل إيش؟ إجازة. يعني حين هذا لما يجي حق ابن مغيث مثلا يقول لا أجزني من رؤياتك، قال أجزتك من رؤياتك، قال زين أجز من رؤياتك اللي بعدك ما رويتها، اللي بعدك ما سمعتها. طيب يبي الشرف هذا، يعني يفرح بهذا. يمكن قد يكون البعض يتكثر فيها قدام الناس، ترى عندي عندي وعندي إجازة فلانية، وعندي إجازة فلانية، وعندي إجازة فلانية، قد يكون بعض الناس كذلك زين. لكن أيضا كثير من الناس ترى يبحث عن هذا الشرف، شرف أن يكون ضمن هذه السلسلة المباركة. طيب ثم قال وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازه اللي قلنا أبو عبد الرحمن شيخي وأنا شيخه، فهو شيخ خالد يقول شيخ شيخي. طيب وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح لديه لم يخط زين، ما يتخطى زين ما صح عند شيخه منه فقط. يعني أحيانا لابد يكون الإجازة دقيقة، يعني أنا الآن أجزته ويقدر يأخذ يعطي معي، لكن لازم يعرف شنو لفظ شيخي. قد يكون شيخي مثلا يقول أجزته سنن الترمذي كلها إلا باب كذا مثلا، واضح؟ طيب واحد يقول ليش يستثني هالباب، قد يكون الباب هذا ما سمعه أبو عبد الرحمن، فهو أصلا من طريقته أنه لا يجيز إلا السمع مثلا، ما يجوز أن يروي إلا بالسمع، يقول لا هذا لم أسمعه لا أجيزه، أنا أجيز ما سمعته فقط. أو أجزتك سنن الترمذي بدون العلل التي في آخره لأنها لم تجز لي، فلا بد يكون دقيقا بما أجيز شيخ شيخه على الشرط المتفق عليه حتى لا يقع الغلط. هذا كلام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب أما لفظ الإجازة، طيب قال أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له. يعني ماذا تقول، أجزته أو أجزت له؟ يقول ابن فارس، فارس اللغوي المعروف، قال ابن فارس قال أجزته. العراقي يقول لا، المشهورة أجزت له، المشهورة عند أهل الحديث أجزت له، وإنما المعروف قد أجزت له. يعني أجزتك مروياتي أو أجزت لك مروياتي، يعني اللفظان قريبان، لكن القصد أن ابن فارس يقول أجزته، العراقي يقول أجزت له، هذه المشهورة.
وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، طالب علم. والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر. تستحسن الإجازة يقول من عالم به، يعني مو كل أحد يجيز ولا كل أحد يجاز، يقول هذا الأفضل يستحسن. احنا قاعد يتكلم عايش، احنا خلصنا من ايش تجوز او لا تجوز، الآن الأفضل ممن تكون الإجازة. قال تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم، يعني يكون المجيز عالم والمجاز له طالب علم، يعني يكون المجيز عالما وأن يكون المجاز له طالب علم. وإنما تستحسن الإجازة من عالم به، أي بالحديث، ومن أجازه طالب علم، يعني الذي يجاز أيضا يكون إيش طالب علم. يعني ما يصير تقول والله أجزت يلا كل اللي في المسجد مثلا، قد ما يكون فيهم طلاب علم، يعني كأنك بذلت العلم في غير محله، كأنك تنثر حبا في أرض سبخة. طيب كأنك تنثر الحب في أرض سبخة، فيقول تبي تجيز أجز طلاب العلم، لا أعطي العلم قيمته، أعطي العلم قيمته، بس يلا أجزت الجميع. هذه كل واحد ما عرف يقرأ ولا يكتب، هذه كل بعض ما له شغل بعلم الحديث ما يصلي، زين بس تقول أجزت هكذا دق اختار. فالمجيز يكون عالما والمجاز له يكون طالب علم. يقول وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم. والوليد ذا ذكر، الوليد المالكي بن بكر ذا ذكر، والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا. مالك شديد رحمه الله تعالى، الإمام مالك شديد في هذا المسألة، يقول المجيز لابد أن يكون مو مجرد يستحسن. مالك لا، مالك شديد في قضية الإجازة، قال الذي يجيز عالم والمجاز له طالب علم، يقول لازم. بل مالك رحمه الله تعالى يعني ما يرى الإجازة أصلا طريقة صحيحة، يقول هؤلاء كسالة اللي يبحثون عن الإجازات، ما يبي يقعد ويسمع الكتاب كله، يبي أعطني إجازة، بس أعطني إجازة أسمع منك كلمتين وأعطني الباجي إجازة، ما يرى ذلك مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر، أبو عمر اللي هو ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل. يعني يقول الإجازة لابد تكون من عالم طيب وإلى عالم أو طالب علم طيب، يعني سالك في هذا الطريق، وما لا يشكل يعني يفهم الحديث، ما يصير باكر يقرأ غلط أو يفهمه غلط أو كذا، لأن خاصة في السابق ما كانت يعني توضع التشكيلات، خاصة قلة الأوراق وقلة الأقلام وسرعة الكتابة، فيقول لازم على الأقل اللي يأخذ الإجازة يعرف شنو علم الحديث، يعرف مثلا ثناش معناها، إن معناها حدثنا مثلا، ونام معنى أخبرنا، وأنا معنى أنبأنا، ومثلا حمزة والحمزة شيء واحد، زين لكن مرات تكتب الحمزة ومرات تكتب حمزة مثلا، وغير ذلك من الأشياء. المهم أنه يعني يدرك ويضع قال وهي لا تكتب مثلا بين أو عن وهي لا تكتب بين الكلام. فالقصد أنه يعني يقول أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل، يعني ما لا يشكل عليه الكلام، يفهم الكلام لأنه طالب علم من أهل الصنعة. نعم. قال واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون، يعني الإجازة الأفضل أن تكون كتابة أو باللفظ، الإجازة تكون بكتاب فهو أحسن، أو دون لفظ فنوي وهو أدون، يعني إما أن تكون الإجازة بالكتابة وإما باللفظ، أجزتك أو أجزت لك، أو تكتب أجزت مروياتي لفلان، هكذا تكون الإجازة. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا.
الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.